المهم هنا نشوف هكا واعركم بدات انتم بالصحه والراحه. شوفوا معايا نحطو هنا واحد البنات الكبيدات شوفوا معايا هنا غادي نصايب معكم واحد التيراميسو. كيف ما كتشوفوا معايا البنات عندي ريكوتا كيف ما كتشوفوا معايا. جيبوا اي جبن عندكم يعني اي حاجه عندكم ديروها يعني اي حاجه مولفين تديروها تديروها يعني كاين نسى ليا داك الاخر كنسبق لي حطيته معكم حتى هو تقدروا ديروه حتى هو كيجي زوين. عندي كريم شانتي كيف ما كتشوفوا مستر بوند وعندي البسكوتي الخاص بالتيراميسو. هنا البنات غنشارك لكم واحد التيراميسو غنديرو لولدي اختي صافي. المهم هنا غنطلع غناخذ الكريمه وغنديرها في واحد سوبيرا طاسه اي حاجه باش كطلعوا الكريمه. المهم انا غنطلع عاد نرجع لكم حيت عندي البري شويه بعيد. المهم راه سهله انا كنسبق لي وحطيت لكم تيراميسو بزاف ديال المرات يعني كنطلعوا الكريمه مع ميسكاربوند ومع الريكوتا. قلت لكم اي جبن عندكم تقدروا ديروه يعني يكون هكا جبن كريمي تقدروا ديروه. ايوا صافي خليكم معايا حتى نطلع هاد الكريمه البنات مع هادو كيف ما كتشوفوا معايا كبداتي ونرجع لكم كيف ما كتشوفوا. بالنسبه اللي بغيتو تنسمو يعني اي حاجه بيستاكيو كراميل فاني اي حاجه بغيتو ديروها تديروها. مهم بنات انا نخلي غير النكهه ديال القهوه. بالنسبه للقهوه انا بنات راني درت واحد العصاره كبيره اختي درتها الا خاصني هذيك الساعه غنزيد حيت غادي نغمسو هكا في القهوه. بالنسبه اللي كيبغي يديروا في الحليب تيديروا في الحليب ولكن انا الصراحه كيعجبني اختي ديال القهوه. ايوا خليكم معايا صافي انا خلطت كلشي مع بعضياته هانتوما هكا نمشي اختي نطلعو ونرجع لكم. كي قلت لكم البريز بعيد عليا شويه غنمشي حتى نطلعها ونرجع لكم باش نكمل. شوفوا معايا القهوه ها هي قهوه ديال العصاره الكبيدات كي قلت لكم تقدروا تعوضوها بالحليب. هنا اختي الخليط هو هذا هانتوما البسكوتي هو هذا هنا المول هو هذا انا قلبته باش هاد البلاصه ما تشدش ليا. المهم شوفوا هذه هي فاش غادي نحطو علاش درتها هكاك يعني هي فاش غادي نقدم والطبسل غير حطيته باش يهز ليا شويه المول. صافي الكبيدات ونبدا معاكم. شوفوا هنا اختي ناخذ البسكوتي كيف ما كتشوفوا اختي اميمه شفتوا ها نتوما كديروا ليه كما بغيتوا اما توقفوه اما صافي اختي هاك. المهم انا كنسبق لي شاركتو معكم البنات عرفتي كيجي واعر اي واحد تي يعني كيذوقوا عندي هاد التيراميسو الا وهو تيعجبو. عرفتي دابا عيد ميلاد ديال ولدي وقلت ليه ولدي اشنو غنصايب ليك قال لي ماما صايبي ليا التيراميسو يعني هو باغي التيراميسو ما بغاش حتى شي حاجه غير التيراميسو. ايوا صافي الكبيدات شوفوا ولدي لاخر تا ينقض عرفتي جاه فيه سميتو من الفوق عجبو صافي الكبيدات هكا نعمرو هكا مزيان. المهم باش يجي لختي هاد سميتو عامر هكا شفتو صافي اختي. وهنا صافي كندير الكريمة هانتو اختي كيف ما كتشوفو معايا شوفو طلعتها صافي وكتسدوها بحال هكا. كي قلت لكم تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو يعني تقدروا ديروا فيها اي حاجه تنكوها باي حاجه بغيتو نتوما صافي صافي اختي. هنا بحال دابا ملي كديروا هذه تقدروا ديروا شي حاجه كنسبق لي درتو معكم بالبيستاج يعني كندير فيه داك بيستاج ولكن هذا انا بغيت نديرو غير هكا ولدي كيبغي غير بحال هكا. صافي الكبيدات ونعاود نزيد معكم واحد مكيبانش مزيان يا خصني نعاود نزيد معكم واحد طبقه اخرى ديال
كيتكل صافي كيدخل لهاد الثلاجه يعني تخليوه في الثلاجه حتى اختي كيشد في راسو ديك الكريمات تتوقف مزيان كلشي شاد فراسها. المهم انا شفتو دابا راه الصباح راه انا درتو العشيه ماشي دابا يعني انا غنصايبو غنديرو في الثلاجه بما زدت واحد الحلوه اخر عاوتاني بارده يعني الليل اختي من ورا العشاء عاد غادي صافي غادي تمام كيفكم انتوما. المهم القهوه درت عصاره كبيره ولكن واخا ماما صرزقه سير كبيده سير تيتي خد بسكوت صافي كبيده تمشي اختي نزيدو القهوه. انا اصلا ديما جوج العصارات كبار هما اللي كندير يعني كبيده شوفوا معايا مشيت قلت لكم زدت القهوه حيت انا اصلا ما تندير جوج عصارات يعني ما كنديرش وحده ما كتبدنيش دائما حيت كندير هكا كبير. زدت اختي القهوه عرفتي ريحتها كتحل العينين. المهم الكبيدات شوفوا معايا اختي ونعاود هانتوما صافي الكبيدات هانتوما كيفما كتشوفوا ايوا هنا كندير هاد هكا. المهم نعزل ليا نعمرو بحالك صافي كبيداتي وداكشي اللي بقى ديال الكريمه غادي نديرو اختي شوفوا معايا غنحط هادشي كاملو وان شاء الله باقي غنشارك معكم واحد الحلوات باردين. ايوا صافي كي قلت لكم الكبيدات راه تتنسو باش ما بغيتو يعني الا بغيتو ديرو فيه شي حاجه تديروها فيه يعني كراميل اي حاجه بغيتو تزيدوها في هذا الكريمه راه تزيدوها كل واحد على حسب المذاق اللي كيبغي. صافي الكبيدات بحال هكا اختي نملسوها هكا مزيان من داك الوجيه ديالها اختي. بلاتي باش ما نضيعوش اختي هاد الكريمه بنينه اصلا ايوا ها انتم هكا هكا صافي. بالنسبه للكبيدات للتزيين ديالها يعني الوجيه ديالها كيكون واحد الخليط بين القهوه وكاكاو كيف ما كشفتوا معايا او هكا الشكلات كاين اللي ما كيديرش القهوه يعني كل واحد والمذاق واشنو هو تيبغي يعني كل واحد واشنو كيفضل. بالنسبه ليا انا دائما تنقولها لكم راه تنخلطهم يعني الشكلاط او كاكاو كل واحد شنو تيقول ليه والقهوه اختي عرفتي كيجي فن البنات اختي انا كنكثر كيعجبني. المهم من بعد واحد شويه راه هو اصلا تيبقاش بحال هكا راه تيدخل تيدخل وكيولي بحال فازك حيت ملي كتدخليها للثلاجه تيرجع بحال فازك. عرفتي في الاول كنت غنديرها كنديرهم فرضيين شويه وانا نقول لها لا اختي غنديرهم بحال هكا يعني اصلا انا دائما كنشاركهم معكم بحال هكا كبير كبارين يعني بهاد الشكل هذا. ان شاء الله شي نهار غادي نديرهم معكم فرضيين على حسب بحال هكا كي بيخرجهم شحال مره ولدي ان شاء الله شي مره غنشاركهم معكم هكا في الطويسات ولا بالنسبه لهكا اللي بغيت يديرهم فرضيين. صافي الكبيدات هكا غادي نغطيها هي هكا من الفوق وصافي غادي ندخلها للثلاجه ان شاء الله. من بعد واحد شويه غادي نخرجوها باش نشاركها معكم. بالنسبه للزينه كل واحد كاين اللي المهم كل واحد يزين كيفاش ما بغى. هكا سبق لي وحطيتها لكم كنت خليت شويه الكريمه وزينتها بها من الفوق عاد درت السكر عاد درت البنات الشكلاط ودرت القهوه وجا داك الديكور ديالها هكا زوين من الفوق. بالنسبه اللي يزين شي حاجه اخرى تيزين. بالنسبه اللي بغى يديرها بالفواكه من الفوق ولا شي حاجه عاوتاني يعني كل واحد كيبقى الاختيار والذوق ديالو. المهم البنات انا غير شاركت معكم الطريقه ديالي وكنسبق لي حطيتها لكم بزاف ديال الاشكال ايوا قلت اختي نشارك معكم هاد التيراميسو المتواضع. ايوا هنا الكبيدات من بعد ما كتدخلوا للثلاجه تتخليوه حتى ديك الكريمه كتشد في راسها تتخرجوها الكبيدات وبتزينوه كتزينوه ما بغيتوش راه كتقدموه غير بحال هكا وبالصحه والراحه. خليكم معايا باش تشوفوني كي درت ليه في الاخر.
سكا سير سعد هي بعيد له. المهم تشوفوا معايا بغيت غير نشارك معكم الشكل ديالو وكيفاش اختي كيجي. نتوما اختي طوب 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 واعره الكويدات. نتوما اختي نتوما طوب الكويدات. نتوما اختي انتي اختي شوفي طوب غزاله الكويدات. شوفي معايا اختي واعره اختي شتي كان في اختي هانتو شوفي هاكا اختي.